النادي الاهلي كان معمول حسابه؟ يعني كنت تتوقع ان ممكن في يوم من الايام تلعب مع فريق قوي؟ لا خالص طبعا. خلي بالك انت طول ما انت في مرحله الناشئين بتبقى يعني عندك اهداف وكل حاجه، بس كل دماغك ان انا دلوقتي في الناشئين وبلعب ماتشات ومبسوط وبلعب في النادي الاهلي. فكره ان انت امتى بقى اطلع فريق اول دي ما بتبقاش، انت لسه صغيره فمش مش مش واخده من معمول حسابها تفكيرك، مش برضه. واخده من تفكيرك كتير. احنا واحنا صغيرين قاعدين، انا كنت قاعد في النادي لان انا طبعا مغترب، فكنا قاعدين في النادي وكل واغلبنا الفرقه قاعده في النادي، فعارفه اللي هو بنقضي اليوم كله في النادي ومبسوطين بنلعب ماتشاتنا وتماريننا وبنخرج، فالامور بالنسبه لنا زي ما بقول لك ما عندكيش يعني الفكر اللي هو امتى بقى اطلع فريق اول، انا عايز اطلع فريق اول ومستعجل والاستعجال والحاجات كنت دي. ماشيها لا واحدة كنا واحدة واخدينها يعني. واحده واحده وكان زي ما بقول لك يعني خطوه بخطوه. فالموضوع جه الحمد لله مره واحده كده بتاع الفريق الاول ده، وبرده جالي نفس الوقت برده كانت فرصه ما حصلتش لناس كتير، وانا فرصه من الناس يعني انا من الناس اللي خدت الفرصه دي، وناس كتير زمايلي وطبعا وسن مختلف ما عرفوش ياخدوا الفرصه دي، فدي برده كانت حاجه برده الحمد لله ربنا وقف معايا فيها، فدي برده كانت حاجه مميزه جدا ان انا ابقى موجود. يعني حسيت ان في ناس كتير قوي بتغير منك، او اللي هو يعني من اولها كده داخل لنا بلقطه وبتاع. لا يعني ممكن في البدايه لان هم ما كانوش عارفيني، احنا مش انا لسه داخل عليهم، فاللي هو ده التفكير يعني كنت بحس بنظراتهم شويه ايوه. اللي هو انت جاي من بني سويف، ايه اللي يدفع فيك فلوس؟ وزي ما بقول لك هو الفتره دي كان بالنسبه لاي نادي في مصر، هو بيروح اي نادي عاجبه، اي نادي في الصعيد او في بحري او زي ما بقول لك اللي هو بالنسبه لهم ايه ده النادي الاهلي عايز لعيب مننا، فمجرد بس ما يرفعوا عليهم سماعه التليفون خلاص يروحوا يقولوا له خدوه. فكانت كنت بحس شويه من نظرات بقول لك زمايلي اللي هو انت لا يعني الدفاع فيك فلوس ليه، الموضوع مش مستاهل كل ده يعني، حتى لو انت لعيب كويس بس برضه مش مستاهل. بس طبعا مع الوقت لما بدات اقرب منهم ويبقوا صحابي خلاص الحته دي اتشالت خالص، والحمد لله بقوا يعني اكتر من اخواتي وتربينا مع بعض، ولغايه دلوقتي في تواصل ما بيني وما بين كل صحابي اللي كانوا معايا في الناشئين الاهلي. مين اقرب حد ليك؟ لا يعني في الجيل بتاعنا طبعا كان في ناس كتير، احمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، كل دول احنا كنا في فرقه واحده لحد دلوقتي بتتواصل. طبعا شريف اشرف، مصطفى شبيطه ومصطفى طلعت، وفي ناس كتير طبعا كل دول كانوا صحابي يعني، وكنا لغايه دلوقتي الحمد لله في تواصل، ولو جت فرصه ان احنا نتقابل في ماتشات بنتقابل، لو جت فرصه ان احنا نتقابل بره بنتقابل. يعني بتتواصلوا بتتكلموا ايه؟ بتعرفوا اخبار بعض بشكل عام ولا بتتطرقوا يعني لمواضيع؟ لا 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 بنعرف يعني بنعرف اخبار بعض زي ما انت بتقولي بشكل عام، احنا على طول مع بعض على السوشيال ميديا موجودين، لو في فرصه ان انا باخد راي حد باخد راي حد، نفس الكلام لو حد تاني بيكلمني فعنده برضو اي نقطة انت رايحة من النادي، النادي بيكلمك، حد مثلا النادي هنا كلمه عشان يجيبه فيبدأ يكلمني عشان يعرف اخبار النادي ايه. في كونتاكت كبير لا يعني. في طبعا في يعني تواصل ما بيننا، ودي حاجة انا ببقى مبسوط بيها لان الناس دي شافتك من وانت لسه صغيرة، طبعا. فاحنا كنا العلاقة اللي ما بيننا علاقة بيور قوي، مفيش ما بيننا مفيش مصلحه، فاهم قصدي؟ أيوة. فلما العلاقه وعشرة دي بقى بتفضل طويلة. دايما بتبقى حاجه كويسه. دلوقتي الامور مختلفه لان دلوقتي ممكن يبقى في مصالح شويه، ممكن طبعا يكون اللي عارف سمير عارف سمير عشان في مصلحه فانا عايز طبعا. منه مصلحه، فممكن مع الوقت المصلحه بتخلص نبدا نبعد عن بعض. فانما العلاقات اللي من وانت صغيره دي زي ما بقول لك بتبقى مختلفه طبعا. فاهم. انت قعدت في النادي الاهلي